يستر عليهم منه. إلهي ما تحرمش منك يا رب ويخلصك من الغمة اللي انت فيها. يا قادر يا كريم. صباح الفل يا خل. صباح الجدعان. خد. يلزم حاجة تانية؟ كتر خيرك يا شيخون. جميلك ده عمري ما هنساه. خيرك سامي يا خليل. أؤمر أنت بس. نعم وحشاني يا شيخون. هتجنن، نفسي أشوفك. حاجة بالك لحد عندك. بس اصبر أنت لغاية البوليس ما يكن شوية. على إذنك. ما نحرمش. زي سميحة. بتسلم عليك. بقول لك معرفش أي حاجة عن الموضوع ده. طب وإنعام؟ برضه ما تعرفش؟ وهي إنعام بتعتب بره باب البيت؟ فضينا، فضينا مني سيرك بقى. فضينا مني سيرك بقى. مش عارفة أوي. هطمني وهريحك. هريحك أوي. عارفه كنت معاك حق ولا باطل؟ ان شاء الله ده شبابي وعافيتي. اذا كنت اعرف المنيل على عينه ده مستخبي فريده هي تاخده. انا قلبي عليك. شايفك مش وش بهدله. كتر خيرك يا حضرة الظابط. يبقالك قد ايه متجوزه شيخون؟ كان يوم اسود ومنيل يا اخويا ابعد عنك لما ضحك عليا واتجوزني. يا تبان عليك مش مبسوطه معاه. كل حلو له اخر يا حضره الظابط. على العموم انت لو ساعدتينا هيبقى لك مكافاه كبيره قوي. انا مكافئتي يوم ما اخلص من العذاب اللي انا فيه. مرحبا يا احمد بيه. خير ان شاء الله. ده مجرد تفتيش روتيني. وماله؟ احنا برضه خدامين الحكومه. تمام يا فندم مش موجود. انا بس صعبان عليا يعني تعبكم كل يوم والتاني. صدقني يا سعاده بيه انا لو اعرف اي حاجه انا ما كنتش اتاخر. دي حتى تبقى خدمة وطنية وتبقى حاجة حلوة أوي أوي ممكن الواحد ياخد جايزة. مع ألف 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 سلامة. ألف سلامة. أنستم وشرفتم يا باشا. بتسير معاك يقول لك ايه؟ مين ده؟ الواد الظابط اللي فرحان بنفسه. كان بيجرجرني في الكلام، فاكر انه هيقدر ياكلني. جاته دهية بشكل اللي يلطش. أنا الجمل وأنت الجمل، هي امسكي العيال كويس لا يقع يا إنعام. اللي يسمعك وأنت بتقول كده يقول عليك بتخاف عليهم أكتر مني. دول دواء عينيا اللي بشوف بيها يا إنعام. ربنا يخليهم لك ولا يتحرموش منك ولا تتحرم منها. بقول لك ايه يا انعام؟ خليل عايز يشوفك بكره. مش عايز اسمع سيرته ولا اشوف خلقته. عيب يا انعام. لازم برضه تشوفيه قبل ما اقربه لبلاد بره. ايه؟ تهربوا على بلاد بره؟ وجايز دي تكون اخر مره تشوفيه ويشوفك فيها. وانت كلام ده؟ انا الجمل وانت الجمل. انا الجمل وانت الجمل. يا جمل. هما العيال لسه ما ناموش. بالحق يا دلال. انا عايزك بكره تقعدي في البيت مع العيال. اشمعنى؟ ايه اللي اشمعنى؟ هي عافيه خالتي بتموت. وحشاني يا بحيو. اخص عليك يا خليل. اخص عليك. لا اخص عليك. بقول لك وحشاني وحشاني. خطوة عزيزة ست دلال. لسه فاكر اسمي؟ هو اللي زيك يتنسي؟ اهلا وسهلا. اشربي ايه؟
مش تستنى عليا لما اخد نفس؟ على راحتك، ما تتصوريش انا سعيد قد ايه اني شفتك. كانت مفاجأة مش كده؟ بصراحة انا كنت واثق انك انت لازم هتيجي. ياه، ده انت متأكد قوي من نفسك. طب اسمع بقى اللي هقوله لك. فتشوا البار كويس. ايه الحكايه؟ هو ربنا مش هيحطم نقطه الحل اللي احنا فيها دي؟ ايه الحكايه يا ظابط؟ انتوا مش تقصوا فتشتوا قبل كده؟ اخرس يالا، احنا عارفين شغلنا كويس قوي. ايوه بس ده يبقى واقف حاله خراب بيوت. بلاش تغلط تعمل معروف، احنا مش قد الحكومه يا اخويا. اوعى يالا. افتح الباب ده يالا. مفيش حاجه وراها ساعه البيت. اسمع الكلام، لا خلي العساكر تكسره. لا على ايه؟ طيب احسن. مهما كان جوز اختي حضرتك الظابط ومعزته عندي اكتر من الاخ، تبقى تشرف معاه في السجن عشان تونسه. فتشوا. حاضر يا فندم. ايه ده بقى؟ حشيش؟ ايه دي؟ لا مؤاخذه حته تعميره كنت هحلفها سجارتين، اصل ما بشربش خمر. هتوه. اعمل معروف يا حبيبي، ابوس ايدك، اوطي على جسمتك ابوسها. بس يا ست انت اوعي. شيخون مظلوم، مظلوم يا سعد البيت، شيخون، سيدي ورايح على فين؟ واخدينه على فين؟ حكمت المحكمة حضوريا على المتهم سليمان زهير المنياوي وشهرته شيخون بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ. أخويا! يا ستي شيخون! حسبنا لمين يا أخويا؟ يا ما حذرتك ووعدتك يا شيخون ما سمعتش كلامي. معلش يا دلال، ده نصيب وقدر، مش هوصيك على العيال يا دلال. اطمن أنت بس يا أخويا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا شيخون. مع السلامة. مع السلامة يا أخويا. بركة يا جامع اللي خلصت منه ده، غمة وانزاحت. اه بس ما انزاحتش قوي. ليه بقى يا خايبة؟ ده مجرم واتحكم عليه بالسجن، يعني الطلاق بقى من حقك. تفتكري يا سميحة؟ الا افتكر. يلا بقى روقي روحك وشوفي نفسك كده، والولية اخته دي ما بقالهاش قعد في بيتك ابدا. دلال؟ يا دلال؟ قلت لك مش رايحة زيارة، يعني مش رايحة. ليه كده بس يا دلال؟ ما انت عارفة ان ابوهم ما بيهنالوش بال الا لما بيشوفك ويشوف العيال. قطع وقطعة ايامه. حرام عليك يا دلال. طب اديني العيال معايا علشان يشوف. كفايه بقى مروح العيال السجن، ولا انت عايزاهم لما يكبروا يعرفوا ان ابوهم كان من ارباب السوابق؟ بس العيال لسه صغيرين وما يدركوش. قلت لك مش رايحه، يعني مش رايحه. واذا كان وحشك قوي روحي له انت، بس امانه تبلغيه اني مش طايقه اشوف خلقته تاني بعد كده. تعالى طالع شبهه انت كمان. امال فين دلال؟ فين العيال يا انعام؟ دلال بعافيه شويه. ايه مالها؟ ما تتخدش قوي كده، تعبانه من كتر الشغل، ما انت عارف ان شغل البار كله عليها. والعيال عاملين ايه؟ العيال بخير. اوعى تكوني مخبيه عني حاجه يا انعام. طب وبعدين؟ هفضل كده زي البيت الوقف؟ ما تقوليش كده يا دلال، امال انا رحت فين؟ طب امري انت بس وشوفي انا هعمل ايه؟ يعني الحقيقه هتقدر تخلصني منه؟ انت فاهمه ان دي حاجه صعبه؟ ده انا ممكن اخلصك منه ومن اللي خلفوه كمان لو حبيت. طب وبعدين؟ ابدا خلاص، هتبقي حره نفسك. مش فاهم. يعني تقدري تختاري الانسان اللي قلبك انفتح. اه
بس انا يا حبيبي قلبي ما بيتفتحش غير بالحلال. الله، هو في حد جاب سيره الحرام؟ ازيك يا بنت؟ مرحبا شكول. مرحبا حمو. تمام يا فندم، المدة سليمان زهير من ياوة. طب اصرف. انا مبسوط منك يا سليمان، الكل بيشكر في اخلاقك. ربنا يديم المعروف يا سعادة الباشا. انت كنت متجوز مش كده؟ وما زلت يا باشا. في الحقيقة في حاجة عايز اقولك عليها، جايز تزعلك وجايز ما تكونش ليها عندك اي اعتبار. ايه الحكاية يا باشا؟ مراتك رفعت عليك قضية طلاق والمحكمة حكمت لصالحك. دلال طلقتني؟ النوع اللي زي ده من الستات ما يستاهلش الواحد يزعل عليه.